أتشرف أن أقدم لك كتاب التكليف وأتمنى لك كل الموفقية يا كاكا مصطفى. اتفق الجميع وتم التكليف. انهالت المباركات للمكلف الجديد، وعاد رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي مجددا إلى الساحة السياسية لرئاسة الحكومة الجديدة بعد تقديم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اعتذاره عن تشكيلها. فهل سيكون الكاظمي مرشح الفرصة الأخيرة؟ القوى السياسية للأسف لديها مهارة في عملية استبدال الأحداث، وربما قد يكون هذا العنصر عدم توفر الثقة ما بين الجمهور العراقي. اليوم القوى السياسية ربما تحاول في سيناريو وآخر على عملية المسك في زمام الأمور من خلال التبادلات ما بين القوى السياسية. اليوم الاختلافات كانت في مدد دستورية ضيقة، لكن سرعان ما في اللحظات الأخيرة سارعت القوى السياسية على تبييض الوجوه السياسية من خلال الاتفاق على الكاظمي. ربما قد تكون هذه الاتفاق مرحلي كبداية مرحلة اتفاق والخلاص من عملية الإحراج. ازداد ورود اسم الكاظمي في الأروقة السياسية لتشكيل الحكومة بعد رفض رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف أي مرشح ينتمي للأحزاب السياسية ومنهم محافظ البصرة الحالي، تزامنا مع طرح التيار الصدري 3 أسماء لرئاسة الحكومة نهاية العام الماضي ومنها الكاظمي. وما يثير التساؤل هو لغز التمسك وتقديم هذه الشخصية من بين مجموعة أسماء تطرح لتشكيل الحكومة رغم وجود شخصيات أخرى لا تقل عنه خبرة وكفاءة. ممكن اليوم يتفقون وبعد غد يختلفون، لذلك المكلف عندما يقوم بإرضاء الكتل السياسية سيشرع في برنامجه اللي هو يضم الانتخابات المبكرة وإعادة بناء الإدارة الاقتصادية. اليوم العراق يمر في منعطف تاريخي في مجال الاقتصاد بسبب انهيار أسعار النفط، هناك أيضا عجز في الموازنة، شو راح يعالجه؟ يحتاج اليوم فكر سياسي ناضج ويحتاج رؤية سياسية ناضجة. هذه الكتل السياسية التي تتصارع منذ 4 أشهر على اختيار شخصية لابد لها أن تقف عند مفترق طرق وتختار لتحسم المرحلة، لأن اليوم العراق أمام تحديات كبيرة. مرحبا بكم في قصر السلام في هذا اليوم المهم في تاريخ بلدنا. ويأتي ترشيح الكاظمي بعد خلافات كبيرة داخل البيت السياسي الشيعي حول شخصية المرشحة لتولي رئاسة الحكومة، ويكمن السر وراء اختيار الكاظمي أكثر من مرة لرئاسة الحكومة. وبحسب متابعينا إنه يمتلك كاريزما وله قبول شعبي وغير متورط حتى الآن في قضايا فساد علنية، إضافة إلى الغموض في شخصية الكاظمي نفسه هو السبب في إعادة ترشيحه أكثر من مرة. لبرنامج حديث بغداد ندى المرسومي، NBC العراق.